بس شفت تعرفت على شباب وصبايا عندهم من الحماس والطاقة والقوة وحب البلد ما يكفي إنه يعملوا سينما كتير مهمة، خصوصا إنه المجتمع السوداني في قضايا كتير ممكن الواحد يضوي عليها، حتى الصراع بين الهوية العربية والهوية الأفريقية لاحظتها بشكل كبير. فمجموعة حال الشباب ومشاكلهم والواقع السوداني ممكن يعمل بلوجيات، ممكن يعمل سينما كتير مهمة. بس كمان بتفهم انه هذا حديث كان دائما النقاش موجود، انه في اولويات بالسودان كان تعرفها حضرتك، انه اولويات اخرى قبل السينما، وانه انا بتوقع انه كمان السينما هو اولويه، بس ما فينا نفرض التعليم او او او